هاي جايز، كيفكن اليوم؟ طلبوا مني اعلمهم كيف بيعملوا زيت اللافندر. هلا هي سهله كتير، بس في تكنيك معينه لازم تتبعوها تيطلع معكم هالقد نوعيته منيحه واورجانيك بذات الوقت. اهم شيء الطريقه اللي ننشف فيها اللافندر، يعني بهيدي الشكل بنعمل بوكيه من اللافندر وبنخلي زهورها صوب نزول وبنحطها بمطرح ما بيوصل له الشمس. انا كمان بحط سله لاي شيء يقشط من اللافندر نرجع نستفيد منهم. لازم ننشف اللافندر على الاخر تما يعطي ريحه زنخه اللافندر والزيت مع بعض. من بعد ما نتأكد انه اللافندر نشفوا منحطهم بمربان الزهرة وكم عود، مش ضروري نشيل العودين على الاخر. ساعتها قبل ما نحطهم بالمربان منحطهم بايدنا ومنفركهم بهالطريقة ومنرجع منحطهم طيعتونا الريحة القوية بالزيت. بعدين اهم شيء نوعية الزيت اللي بدنا نستعمله. انا بستعمل 3 انواع زيت، الكوكونات بزيت السمسم وزيت حبة البركة. انا بهمني استفيد من الزيوت على بشرتي او على جسمي او على شعري. انا باخد الزيوت بحطهم مع بعضهم وهن وبردين، بحطهم فوق اللافندر بهاي الطريقة. لازم تتعبى المرطبان على الاخر. بهيدي الطريقة منلفها ومنحطها بأوضة دافية، بس أهم شي ما تنقح الشمس، منخليها على فترة جمعتين ومنرجع منصفيهم منحطهم بإزاز أكيد لونه غامق. راح تقولولي إنه ريحة زيت السمسم وزيت حبة البركة راح يطغوا على اللافندر، صح؟ معكم حق، بس أهم شي نحن الزيوت اللي بدنا نحطها على جسمنا أو على بشرتنا أو على شعرنا لازم نستفيد منها، منا بحاجة بس للريحة.